لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. اليوم وصلتني رسائل كثيرة فيما يخص الوضع في الجزائر. يجب أن نؤكد على أمر هام إخواني الكرام، أن الوضع في الجزائر ليس على ما يرام. كنا في مرحلة صعبة، مرحلة عشناها في 2019 كانت مرحلة صعبة، كانت الجزائر على حافة الهاوية، كانت الجزائر تتجه إلى هاوية حقيقية، هذه مؤكدة. جاءت الانتخابات، ساندنا هذا المسار بناء على توجهات معينة، ونقولها لكم. كثير يقول لي لماذا ساندت المسار، لأنه كانت عندي الرؤية الكاملة للمسار كيف يسير. كان المسار يسير وفق رؤية، لكن الذي حدث بعد ذلك حدثت ردة حقيقية. أنا ما زلت نؤمن بهذا المسار، وما زلت نتمنى يستمر هذا المسار، ولكن إذا عرف أنا ندافع على ما آمنت به. أنا ما أعطيت للسلطة صك على بياض. أنت لما تجي تستلم السلطة يجب أن يكون عندك برنامج. مشكلة الرئيس تبون أنه جاء ما عندوش برنامج، وهذه حقيقة. لو تتبعنا الحملة الانتخابية نتاعه للخرجات اللي دارها ما كانش برنامج، كلها عبارة عن شعارات. الإنسان اللي يجي للدولة يحكم دولة مثل الجزائر يجب يكون عنده برنامج ويكون عنده رجال. أول شيء عندما تضع نفسك وتستلم السلطة تضع الرجال نتاعك اللي لا تثق فيهم. ما تجيبش كل من هب ودب، الحكومة لقتها منا لقتها منا لقتها منا. لا، أنا واحد من الناس والله عافينا من هذه السلطة. لو كنت في مكان تبون نجيب خير الأشخاص اللي يقفوا معايا، الأشخاص اللي يؤمنوا بالقضية نتاعي، ما نجيبش أشخاص ينتموا إلى تيارات أخرى حتى أرضي هذه التيارات، لا أبدا. أنا عملت حملة انتخابية، عندي مشروع سياسي معين، وصلت للحكم نجيب الرجال اللي معايا، ننفذ برنامجي بحذافيره. أنتم ما حابين تسقطوني في انتخابات أخرى مرحبا بي. إذن المشكلة هنا ما كانش برنامج. وبعدها شوف وش حظه سيء ربما، هو بدأها من هنا أدى القسم من نهار 19-23 مات تبو، مات القايد صالح. جاءت كورونا، قالوا عد بأنه سينعش الاقتصاد ووضع الاجتماعي، جاء بلاء كورونا هد العالم وزعزع الاقتصاد الجزائري. ماذا بعد؟ أكشفته ما صلى صلاة عيد، ما صلى جمعة، ما سافر مرة واحدة لألمانيا وأخرى للسعودية. بعدها تغلقت الأمور، يعني الوضع معقد. الوضع معقد ليس هذا. أيضا الأشخاص اللي جابهم حطهم في رئاسة الجمهورية كمستشارين والله غير المتردية والنطيحة. الناس اللي جابهم في الحكومة هذه بالذات أنا عندي شخص أعرفه شخصيا، كان خلاص كان جلس قدام التلفزيون ينتظر باش يعلن عن الحكومة اسمه فيها. تفاجأ ما كانش اسمه، اتصال قبل ساعتين من إعلان الحكومة اتصلوا به قالوا له راك وزير، واتصلوا به قبل بيومين وثلاث أيام وتفاوضوا معه كذا وكذا واتفقوا معه، جالس في داره يتفرج باش يعلنوا عليه على أساس راح يعلن في الليل، وغدوة تجيه السيارة وجيه البروتوكول تاعه وجيه الكارت كور تاعه ويدو للوزارة. لقى اسمه ما كانش، نحى في آخر دقيقة، القائمة تبدلت في آخر دقيقة. من ذلك الوقت بدأ لعب. المشكلة الأساسية أن لوبي العصابة عاد بقوة. ما تقولوا ليش كذا، بعض الناس يجي مباشرة نحن بدينا ننتقده في المسار، أنتم خونة. واحد يقول لي أنت خائن وعميل لفرنسا. أنا فرنسا أنا مقيم فيها، ولكن فرنسا أنا دخلت الوزارة نتاعها للجزائر، أنا اللي أشدت بماكرون وعطيت له الكلام الفارغ، عميل للمخزن. المشكلة أنه وصلنا لمرحلة أنه كل من ينتقد يوزع عليه العمالة، لأن الأنظمة الفاسدة اللي ما عندهاش برنامج لتطوير البلاد واش يديروا؟ يوزعوا هذه التهم. أول حاجة يعيش الشعب في ظاهرة المؤامرة،
يعيشوا دائما يكون دول تتآمر عليك وكذا وكذا وكذا، واي واحد ينتقد النظام هذا راه عميل للنظام وكذا. شايفين سوريا، بشار الاسد نهار اللي خرج شعبها مؤامره كونيه دمر سوريا، وهو ما زال يقنع في الناس باللي مؤامره. يا خوتي اذا كان فيها مؤامره حقيقيه، ربما كانت حقيقيه هذه المؤامره اللي تحدث عليها، ما دارت في سوريا واش دار بشار الاسد. نفس الحكايه، لانه الناس اللي يعتقدوا ان واحد جزائري عايش في فرنسا ولا عايش في امريكا راه جزائري، الدول كلها تعتمد على هذه. اذا كانت الدول الغربيه يجوها مواطنين من اصول مهاجره يولوا وزراء، في كندا واحد من الصومال مهاجر لاجئ سياسي، بداها بلاجئ سياسي اصبح وزير، وكثير وكثير كثير في فرنسا وصاروا وزراء. ساركوزي من أسرة مهاجرة صار رئيس الجمهورية وغيره وغيره. نحن يجوا من هي من دول أجنبية يلقوا كل مكاناتهم في الغرب، نحن كجزائريين جو نتحدثوا بالخارج، اللي يتحدث من الخارج عميل. يا أخويا علاش جاي تتبع فيا، خليني نتحدث على روح، واش دخلك فيا، أنت وصي علي. وهو تلقاه يغرق في المستنقعات رقبته، بلاد رايحة للهاوية. نذكر هنا في هذا السياق أنه كنا نتحدث على عهد بوتفليقة، كان ذلك الوقت ما كانش الفيسبوك، كنا نطلعوا في القنوات الفضائية. الناس فيهم ناس الآن راهم يخدموا في صحف يسبوا في على أساس أنني أيادي خارجية وأنني أتآمر على الدولة الجزائرية، نفس الكلام قالوه في دفاعا عن بوتفليقة، والآن يقولوا راهي بوتفليقة. بل أنه فيهم الآن اللي يقول أنور مالك من بقايا توفيق والعصار. أنا توفيق شكيت به الأمم المتحدة على فكرة، انتقدت وتكلمت عليه في كل الإعلام. شي واحد يقول لك غريبة، وهو أمس يخجل في يوم كتبت مقال في صحيفة ذكرت فيه اسم توفيق، فيه شخص نفسه كان رئيس تحرير في ذلك الوقت، قال نحي الجملة هذه، اتصل بي رحمه والديك نحي، نحن ما نحبوش نقربوا على توفيق. واليوم منذ أيام يكتب في صفحته الفيسبوك أنه أنور مالك من بقايا توفيق، هو خاف. رغم أني في ذلك الوقت كانت على سبيل الاستدلال، ما جبته على سبيل الاستدلال، ما قد خفيف مهذب جدا ولا يعني شيء، ورغم ذلك تم. قال لي تحذف، قلت له لا أحذف المقال كله، أنا ما نقبلش المقال تنعي تنقسم منه جمل، يا تنشر كله يتنحى. إذن الإشكالية وين راهي؟ أنه لا يمكن أن دولة طورها وتقدمها بهذه العقليات، بهذه العقليات. المجتمع يا جماعة الفقر في الجزائر كارثي. يعني أنا كي نجي أنا ولا أخ آخر من الخارج ويتكلموا على محن الجزائر وكذا وكذا وكذا، ويوهموا فيكم، لأنه أنا لاقي حريتي الكاملة في الجزائر. راهي هناك تضييق على الحريات، كاين الناس وكون تهدر راح يدوها للحبس. أنت ما هو الأفضل لك أيها المواطن الجزائري؟ موجود جزائريين موجودين في كل الدول ينتقدوا لك هذا النظام، يضغطوا عليه حتى يحسن لك أمورك ولا خلاص؟ ولا وش اللي وجعنا؟ أنا كنت قادر النظام هذا ما زلت نهضر عليه أصلا، نتفرغ نتكلم على إيران كما موالف، ونتكلم عن العراق، ونتكلم على 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 سوريا، ونتكلم على أزمات العالم، وراني نخدم محلل القنوات الفضائية ومجلات وكذا وكذا ومؤسسات دولية. ما نقول الله لا يهز على أي واحد، لكن احنا لما شفنا الجزائر راح تنهار في المرحلة الماضية تكلمنا، والآن لما شايفينها رايحة للانهيار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.